بسم الله الرحمن الرحيم كلنتي وعنا ونكسن داود الملك استاجوكتان كسو دواد برنامج كان دينتي نستحضر تطبات كستا كداوتان تلفشن كعالم جيستار برنامج كدينتي نستحضر تطبات كان وحيقو مرتيا الشيخ عبد الرحمن محمد علي والله يقانو الشيخ عبد الرحمن ديرة ان وقورين شيخ كسو دو برنامج كدينتي نستحضر ان حسنتي وكل دو يبارك الله فيكم ان برشيخ تاريخ تادو كوبان ان عندك داوديش برنامج دينتي نستحضر الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم كلي أنا جو وحن كل شيء مجال ده هرجيسا كوني سجال بقولي يا شنيد طاعتن كي أخبار شدة إذا أصلح أنا وحكو قاتي هرجيسا مركي ودنا كله بس أنا قضينا وحن مدك دي بوبا حي دل كيمن وأخبار شو تيجي علوم تشريع ضع معدك شيخي وينا عالم كا محدث كاش مغل بن هادي الوادي رحمه الله oo muddo sanadii wax waga aan ku sugnaa kadib waxaan ku soo laabtay dalka waxaan ka qayb galay marka nashrinta iyo faafinta yaacna waxa weeyaan diinta iyo culuumta shariicada anigoo dhinacna ka siyaadsanaya dhinacna waxa weeyaan marka ka faafinaya waxaan sidoo kale ku dhameystay intisaab ama waxa la yaqaan cross border jaamacad ku taalla Yemen tooda jaamacadda culuum technology degree aan ka qaatay daraasadda islaamiga ee luqadda carabiga aan way barnaamijkan todobaadkan hadii Allah ay baweynayd waxaan kaga hadlaynaa fulxumada ay leedahay sinadu waxaan ino soo diyaariyay sheekh maxamed sheekh abdirahmaan maxamed cali oo inta badan loo yaqaan abdirahmaan dheere aan sheekh mowduucan inuu galayna hadii Allah ay baweynayd way barakallahu fiikum jazakum Allahu khair sallallahu wa sallam ala nabiyina wa ala sahbihi wa sallam awalan waxaan leeyahay daawadayaasha qiimaha iyo qayaale assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu walaalayaal sidaa la sheegay mowduuca aynu maanta taataaban doonaa waa mowduuca zinada ilaahay subxaanahu wa ta'aala siduu adkayay xaraanteeda iyo asbaabta keenta zinada zinadu sida ay wada dareensan yihiin dad badan oo muslimiin ahi waa shay xaraam ah oo sharciyan islaamka ku ah xaraam ilaahayna subxaanahu wa ta'aala uu adkayay xumaanta ay leedahay iyo foolxumida ay leedahay adduunyo aakhiro intaba ay ku cawaaqib xumida ay ku keento bulshada ay waxaan ku dhaxfaafto ma maartay ficilka xumo ku dhaxfaafo adduunyo aakhiro waxa qofmada ku kaanta awadeed ilaahay subxaanahu wa ta'aala wuxuu xaraantimay xaraantimeen aad u adag allahna subxaanahu wa ta'aala markuu adoomiisa muuminiinta sifaadkooda sheegay wuxuu ku tilmaamay inay yihiin kuwa ficilka xaraamta ka fog allah wuxuu quraankiisa ku yiri waladiina laa yadcuuna maca allahi ilaahan aakhar walaa yaqtuluuna annafsa allatii xarama allahu ilaa bilxaqi walaa yaznuun waman yafcal dalika yalqa athaama يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا الله سبحانه وتعالى مركم مؤمنين تشيغي يوحي التلمام إلي يدد إلى التوحيدة وإلا يوحي سبحانه وتعالى وكوى إلهي أن عد لعابد إلهي معيسى أن مركا عد أيران نفتا إلهي حرمي دل كيدا نعم مركا سيدلين إلا إن حق مركا كدلان مياني نفتا إلهي سبحانه وتعالى وحرمي دل كيدنا وحوي ونفتا يعني مؤمنك أما نفتا مسلمك نفتا قفك دمي جاه يا مجانت إسلام كقوة صنول قفك نفتا قفك معاهد كاه معاهد وحل الرداء وقفك مسلمين تكل شراء هشيسك هي نفتا مستأمن كاه قفك مسلمين تو أمان سيين مركا أما أمان كان عصي أما أمان نفيد إنه مسلمين تلحم مركرو مسلمين تو أيوه قلادين صدح للضمبة قفك مستأمن كي أمان كلا سي يكذب مي مسلمين تو مجان جليين يكمعاهد كي مسلمين تكل شراء هشيسكو أنتوا بوا قالوا نفط أفراد ونفط مسلم كا. مركز صدق نفوت بقالة يعني وحوي أفرتان نفوت بيا العلم قتل ما مينهين كويلاي سبحانه وتعالى وحويان كحرميين مركز نفتو ذي لكويو. تذكر مسلمين تاي مركز أي مؤمنين تو وقوة نفها إلى هاي وحرمي أن جوينين وقوة أن زين يسبو إلى سبحانه وتعالى. قف كين تاس سمعيا في عاش على قصة هاللي أما مركز إلى يدير كعابدة إلى يعيد كلا كل عرا أما وحوي نفها إلى حرمي ذي الكود الدلة أما زين يسته إلهي سبحانه وتعالى وحولي يلقى أثامة وحول كل ميا مركا دنوب يدن بوين أياء الله كل ميا إلهي سبحانه وتعالى أمانتا يثناغ مؤمنين تو أماني سفوين كودو ونأكسن إلهي مركو كورمي وحشاقي إني يهين كو حبنه ودا ترنك إلى شدا يمحي إلهي وحلالي يمشي إلهي وحلالي موي ملك له أو حوي لا آذين أمان لتجن إلهي حو قرآن كي سكولي والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين تدك مؤمنين تي وحويان كو حبنه ذا ترنك إلى شرة حبنه ذا ترنك الدورة أن ألتقين إلا دمرضه ذا
iyo waxa weeyaan nafahoodu yacnaa wixii gacmahooda ay mulkiyeen oo addoommahoodii ah iyaguna u bannaan mooyaane inta kale waxa weeye aan ula dhowaan cid kale kuwaas ayaa ilaahay subxaana wa tacaala uu sheegay inay yihiin muuminiintu oo sifooyinka badan ee muuminiintu ay leeyihiin markuu alle soo taxay jalla wacala taas ayuu ilaahay ku daray ee jalla fii culah ilaahay walaalayaal zinada xurmada ay leedahay daraaddeed ee adkata adkaanta adag tahay xurmada zinadu allah wuxuu inaga reebay inaan xataa u dhowaano iska dhaaf inaynu samayno xataa agagaarkeeda inaan marno waxyaalaha zinada inoo yacnaa sahlaya ama inagu xambaari kara ama inagu dhiiri gelin kara inaynu ka dheeraano ilaahay wuxuu ihi walaa taqrabu zina innahu kaana faaxishatan wasaa'a sabiila zinada ha u dhowaanina maaha laa tafcalu way ka xeel dheer tahay baydhan culimmadu laa tafcalu laa taqrabu baa xeer dheel ha u dhowaanina oo ha ag marina oo asbaabteeda ha la imanina oo muqadamaadkeeda ha la imanina oo waddadeeda ha marina oo wixii idinku xambaaraya ama dawaacideeda idinku baaqaya ha u dhowaanina oo waxa waxay markaa idinku yeedhaya ama sabab idinku noqonaya idin fudaydinaya waxa weye ha ag marina maxaa yeelay zinadu waa faaxisha oo xumaan oo dalla marana iyada ayaa u xun buu ilahay yidhi subxaanahu wa tacaala sidaa daraaddeed walaalayaal zinadu waa min acdami dunuub bacda shirki billahi caza wajal bay dhahdeen cilmigu dunuubta ugu waaweyn bay ka mid tahay ilaahay subxaanahu wa tacaala shirkiga loo shirki yeela marka laga yimaado oo acdamu dambin cusiya allaha bih dembiga ugu weyne ilaahay lagu caasiya waa shirkiga shirkiga dabadii zinada ayaa waxa weeya markaasi dembi marka weyn ah oo yacnaa dunuubta waaweyn ee shirkiga ku soo xiga ayaa ay ka mid tahay ilaahayna meelo badan buu shirkiga la xidhiidhiyey zinada waladiina laa yadcuuna maca allaahi ilaahan aakhar kuwa aan ilaahay ilaah kale la caabudin yacnii aan shirki ku dhicin marka naf aan dirin aan zinaysan inay macnaa weynida ay weyn tahay ayaa waxa weeyaan yacnaa maaragtay ilaahay subxaana wa tacaala uu ugu laray dembiga weyn ee shirkiga ah zinadu walaalayaal xumaanta iyo foolxumida ay leedahay waxay ka mid tahay asbaabaha keena qofka in la dilo yacnaa dhaftiisa qofka in qudhiisa la jaro asbaabta keentay ka mid tahay nabigu sal alla lay slam wuxuu yidhi laa yaxillu damu imri'in muslimin ilaa biixda thalaath athayibu zani baa ka mid ah yacnaa ma bannaana laa yaxillu damu imri'in muslimin qof muslima dhiiggii in la shuba ma bannaana saddex arrimood in la yimaada mid ka mid a mayaane saddexda arrimood waxaa ka mid a yacnaa athayib azani qofkii guurka xalaasha ah soo maray ee waxa weeye zinaystay shareecada islaamku waxay ku xukuntay in dhagax lagu dilo oo yacnaa qofku hadduu qof dilo seef baa lagu dili doonaa haddii waxa weeyaan maaragtay si kale markaa dil loogu xukumo laakiin zinada iyada dhagax baa lagu dilaya isagoo nool inta la aaso oo loo soo jeediya qaarka sare ayaa dhagax lagu dilayaa oo muslimiintu ay rajminayaan si uu u dhadhamiyo kulaylka uu leeyahay ciqaabku siduu ugu dhadhamiyey macaasida waxa weeyaan yacnaa waxa weeye macaankeeda ugu dhadhansaday inuu qaraarkeeda markaa ciqaabkiisa kulaylkiisana ugu dhadhamiyo wahuwa lam yamut bacd isagoo wala dhimanin ayaa la dhadhansiiyey ciqaabku waxa weeye markaa kulaylka uu kulul yahay sida daraaddeed walaalayaal zinadu waxay ka mid tahay waxyaalaha qofka muslimkii hadduu sameeyo marka uu samaynayo iimaanka laga rafciyo oo iimaanka waxa weye laga laalo oo nebigu wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam kama fi sunani abi daawuud bisanadin saxiix min xadiidi abi hurayra ina zani ida zana zani kharaja minhu liman fakana kadhulla faida nqalaca rajaca ilayhi liman wuxuu nebigu uhi calayhi salaatu wasalaam qofka marka zanigii markuu zinaysanayo iimaanka uu ka baxaa iimaanka ilaa iimaanku dushiisa u noqdo sidii dallaayad oo kale macnaa dushiisa yacnaa waxay uu istaago sida dallaayad oo kale kadhulla waxa weeyaan dabeetana marka uu ka dhex baxo dembiga ee dembiga waxa weeye markaasi uu bannaanka ka maro ayaa ay kusoo noqdaa iimaanku ayuu usoo laabtaaba nebigu uhi calayhi salaatu wasalaam sidaa daraaddeed walaalayaal rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam acmaasha ciqaabkooda la tusay waqtigii nebiga la dheelmiyey laylat alisraa walmicraaj ayay zinadu ka mid tahay xadiidka saxiix albukhaari ku sugan ee nebiga calayhi salaatu wasalaam ka sugan xadiidka dheer rasuulku markii jibriil uu raacay ee jibriil uu markaa kaxeeyey wuxuu nebigu uhi fantalaqnaa fa ataynaa calaa mithli tannuur wa axsibu annahu kaana yaquul fa idaa fiihi laqatun wa aswaat qaala fatalacnaa fiih fa idaa fiihi rijaalun wa nisaaun curaat wa idaa hum yaatiihim lahabun min asfala minhum fa idaa ataahum dalika allahab dawda'u ay saaxu bishiddati xarihi faqultu man haaulaa ya jibriil qaala haaulaai zunaatu wazawaani wuxuu nebigu uhi calayhi salaatu wasalaam markii lana dheelmiyey waxaanu soconnay ilaa aanu tagnay shay aad moodo sida moofada oo kale deeta nebigu wuxuu uhi calayhi salaatu wasalaam waxaa ka dhex baxaya buuq iyo sawaxan iyo gurxan iyo qaylo
هي مركزي أهم كبعيس مركزانو أجنبي النبي صلى الله عليه وسلم وقران صنع دبنا وحنا كو أرجن الرج يدمر قاون وهوست هذا أول اللي جاش دايو ومركا يعني كسر دوادان موفدة أفكي ده إن صباح عن كل دوادان يقول الكاسي بختي استروات كقر شيئين مركزي جنت دي بقول نقنين ده تنا وحنا كو ربول جبريل وآياتك كانوا عنه وجبريل يقول هؤلاء الزنات والزواني كواسي ورجي زينيستي يدمر كزينيستي مركي هدوية تشوغين أي النبي قول عليه الصلاة والسلام ولا ليال زناد حمان تاي حنتهي عمل هذا الرسول صلى الله عليه وسلم الصحابة وكقرية بتري مركي أي مادان أول وهلة عندما أسلموا مركي سوء إسلامان أغرس النبي أي مادان صلى الله عليه وسلم الرسول قال لبا يعتميان النبي قول عمل هذا وكل لبا يعتمي تري وكدري تري يعني كتغيان هشيسك وكل قري تري كمتاي والنبي قول حولي تري بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا ولا تسرق ولا تسرقوا ولا تزنوا نبي صلى الله عليه وسلم وحولان شري يعني وحو يقول ربا يعتمى إن إذا أشرك لن إلهي وأيضا وحبحد أيضا زني سنين فالنبي قال شري عليه الصلاة والسلام سيدة رادد علماء إسلامك ولا ليال فعل كان آدك أحن شريعة صدوات كي سيدة رادد إلهي سبحانه وتعالى وأكد حارا نمديس كتابك الحديث نبي صلى الله عليه وسلم وأكد حارا نمديس أحاديث الحدود أي يقول كدولة علماء الإسلام كأدي آد بموقف أرق يعني وحي مركا وقا يستاقين فعل كان حن وايو دنوبتك لبا قار ووين وكتراني لكن دبي قالوا حو ديري هاي دنوبتك له بصر حماك لا يو ديري هاي وحيا لها و ديري هاينا قدال بينو كشي يقدونا إن شاء الله تعالى ساد ردد با إمام أحمد رحمه الله مركي لو يدي مركو يعني زنا ذكو رمي وحوري ولا أعلم بعد قتل نفس ذنبا أعظم من زنا ما قرانا يقولوا ما أقي بركي شرك إلهي لقي ما دو نف قوينتي نف مسلمون لقويو أم با كدر زنو بركي شرك إلهي ما دو لأن الشرك يساق الشيء لم يتيبا ما تروا أعظم ذنب عصي الله به سبحانه وتعالى وذنب قوين إلهي لقو عاصيه جل وعلا سيدا درادي ولا ليال ما الله حرمي يعني الزنا ذا ما حافظ الحميدي ذا يعني وحوي انت جارسيه زندو وحي كانت اختلاط الانساب تخليط بين الانساب اصابتي ان الصبيه دي ابترسينتي ددكو اسكو غرانيين الهي يقول لي تعارفوا ان اسكو غراتان با اسكو دخلدا كبدو وخا لا يابا اني كانت غريغا علمو ان ليس من اهل من الاهل ان اهلك كميد اهين تبنا هبل انو لا دلن يي marka waxay maharim aanu maharim mahram ahayn yey hela aanu la dhalan inu la karo dibadna waxa way halka ay ka timaado fawaahish iyo arimo xumi inay ka yimaadaan zinada cid ku dhalata waa sharru nas dad ay ku shirka badal la way laana dariiq xun buu ku yimid marka zinadu fawl xumid ay leedahay yaacna waxa way qofka ku dhasha zino aabihi ku abtirsan maayo dhaxli maayo asaga haduu intan aabihi dhaxli maayo yaacna waxa way waxay kamid marka fawl xumideeda ay tusinaysa inay dambi tahay kaliya waxa ugu filan xumaan يعني فوحشتا كلا وضطه بحمان أوفلان وانتهاك الأعراض وحوية كل عيد لقول عيو شرفتي قفك مسلم كأهل بربرين عيوي تي قبضة يتي أهل كقبضة ويكسو تشيدي انت بقى إمام الشافعي وكيلها عفو تعفو نساؤكم في المحرمي وتجنبوا عما لا يليق لمسلم يا هاتك الحرم الرجال وقاطعا سبل المودة عشت غير مكرمي لو كنت حرا من سلالة ماجد ما كنت هتاكا لحرمة مسلم إن زنا دين فإن أقرته كان الوفاء في أهل بيتك فاعلمي من يزني في بيت بألف درهم ففي بيت يزنى بغير درهم إمام الشافعي رحمه الله يحوري عفوا تعفوا نساؤكم في المحرم وارنوا رسونا ذا أيوه إمام الشافعي وارزنا ذا كدوا رسونا ذا يا حمانتا دمر كينا حرامتا يزنا ذا كدوا رسونا ذا ونقول إمام الشافعي رحمه الله كاغن ضدكا يعني كل عاية وحوية أعراضه ده يشرفته ده ينسبيده ده بربورين يو وحاد نغل عن الساعة ده غير مكرمة ده غير كرامة لهين ده غير ماموس لهين حداد كسو تشيد اللي هيد لفت قاقو سلالو يتفيد قف وناكسن ما نقطين ميد بربورية قف كمسلم كحرمة ديسي يشرفتي سا يعني ده لفت قاقو يحكو سيبو لي قف كزين سنة يقول لي ساد دريقا حكو يميد بالا قيابا زين ده نوو الدين بولي ما مشافع رحمه الله حداد اما حتى قوريا قال لك ما يستريا أريد أنه عاصي وين باقة وين باق بلشد وقعت عيد نقطه أنا سواري خطروي قف كهبلها مسلمات كا يرجع مسلمين تأهبله هذا يقبله هذا قريه هذا كوي رنيا وينو أجا هذا سك قري جيسي لك شريه نيك قري في أراك هلا لبكون الدرهم كجزين يستبو الشافعي قري جيسي بلاش بلا يجزين يستا أو يلا يبقى عقاب سبحانه وتعالى واحد أجا تا نيك استو أو قبر مسلمة ذا زنا يحمان ولا تجي قبر كستو أو مسلمة ذا أو زنا يفحش الله ما يريسنا الساي
in waxa aad samaynaysay iyo ragga muslimiinteed ku ridaysa xaaraanta iyo kaaga ninka ah eeg dumarka muslimaadka ah xaaraanta u soo jeedayo labadiinaba guryihiina laga dhammaystiraya yaa zaani wa yaa zaaniya zinaysto kasta iyo zinaysato kasta waxaa laga jarayaa ciqaabka marka laga reebo ilaahay aakhira sidoo la xisaabtami doono iyo dunuubta ay leedahay iyo xuduudda adduunyada lagaga oogayo haddiiba la oogaba xuduudda dowladda oogta la helaba yacni waxa weeye marka ciqaabka aakhira ku sugay kolka halkaa layska dhigo yacna waxa weeye ficilkii sidiisa u lugaynaya baa gurigiisa laga jaraya weeye imisa waxa weeye inta hablo muslimaad ah ay faraxumeeyeen oo ay markaasi waxa weeye marka xumaan u geysteen ka dhaartay oo iyagana kuwoodii la faraxumeeyey oo laga dhaartay oo aanay u soo dhixinba cuquubadii aanay u soo dhixin yacna waxa iyagoo arkaya oo indhahooda markaa ku arkaya oo nool ilaahay subxaanahu watacaala cuquubadii waxa weye u ka jaray way badan yihiin oo maalaa yuxsa walaa yucad oo waxaan la tirin kara ahayn walaalayaan sidaa daraaddeed ayuhal ikhwaanu fillah walaalahayga muslimiinta ahow waxa weeye markii ilaahay zinada inaga xarimay ilaahay subxaanahu watacaala sida kuma dayn asbaabta keenaysana ilahay waa inaga xarimay waddooyinka loo maraya ilahay waa inaga awday ilaahay subxaanahu watacaala wax kasta oo inoo sahli kara waa inaga xiray jalla fiiculaa waayo ilaahay markuu shay xarimo lacagtiisana alla waa xarima shay ilahay markuu xarimo sababta keenaysana waa xarima sidaa daraaddeed asbaabta keenta zinada waxaa ka mid a ilaahay inaga xarimay idlaaqul basar indhihii in la sii daayo oo qofku indhihiisa uu la raaco maxaarimta oo indhaha aanu laabin oo ilaahay wuxuu ina amray indhaha in la laabo qul lilmu'miniina yaquduu min absaarihim qul lilmu'minaati yaqdudna min absaarihim wayaxfadna furuujahun qul lilmu'miniina yaquduu min absaarihim wayaxfaduu furuujahum وقل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن وحد كتر هذا رقم مؤمنين تا عندهن لاب حبنهن ترن كان دورا وحد كتر هذا دمر كمؤمنات كا عندهن لاب دمروا حبنهن ترن كان دورا الى شدا مركا اطلاق البصر انده لا سي دايو يعني ايغمدا سوقق يا محلاتك يا غوبها مركا غناسيغا يا وحوي ميلها عامكا يا سوبر ماركتدا واوين يا غوبها رقي دمر سوق سو غلان ruuxa muslimka waxaa waajib ku ah rag iyo dumarku doonaya ha noqda eh inuu indhaha foorariyo oo qof aan loo ogol indhaha aanu lahayn haddii mar indhuhu ku dhacaan nadrada koowaad shaydaan baa laba nebigu talabaad laki waa adiga marka haddii mar xataa indhahagu ay si qaldan meel u eegaan oo meel markaa waxaanad jeclay ku dhacaan yacna waanaad ka soo celisay od laabtaa oo aad foorarisaa waa waddo san yacnaa sahli karta indhahaaga inaad kantaroolka ka ilaalin ka ilaaliso oo aad kantarooli weydo waa sabab iyo dariiq iyo leban kamida lebanada loo fuulo zinada waa jaranjar kamida darajaadka zinada loo fuulo catabadaha iyo durujka zinada loo fuulay ka mid tahay waxaa ka mid a asbaabta ilaahay uu xarimay ee zinada sahasha dukhuul rijaali alajaanibi cala almar'a ragga ajnabiga ah ee gabadhii aanay yacnaa gayaankeeda ah ee aan guurkoodu xaaraanta ka ahayn ee maxram aanu ahayn in ay gabadhii usoo galaan waxay ka mid tahay waxyaalaha sahlaya yacna waxa weye zinada nabiga calayhi salaatu wasalaam wuu inoo diiday ninkuinuu gabadh ugu galo keligeed meel ayada oo aanay maxramkiisi ahayn iyaakum wadukhuula cala annisaa faqaala rajul min alansaar afara'ayta alxamu qaala alxamu almowt nabigu calayhi salaatu wasalaam xadiidka saxiix muslim iyo bukhaari baa ku qoran min xadiidi cuqbata bni caamir nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ihi war waxaan idinka digayaa idinka iyo dumar gelidii war dumarka ha u gelina markaasaa saxaabi saxaabada ka mid wuxuu yidhi ka waran rasuulkii allow dumaashiga ka war ninka walaaladii iyo ilmaadeeradii iyo qaraabada ninka ka war nabigu wuxuu ihi alxamu almowt dumaashigu waa geeri waayo dumaashiga lama tuumayo xaruurta adeerka waxa uu booqanaya baa la odhanaya kadayta wakayta wakayta isaga waa geeri buu nabigu yihi isagu waa kasinada iyo xumaantu ugu sahlanaanta badan tahay hadduu doono yacna ka kale waxaa laga yaba tuunin yimaado oo isweydiin iyo tasaa'ul bayna annaas ninkani gurigan ma laha muxuu ka doonaa laakiin marka dhaha man haada waa walaalka ninka guriga lay walaalayhiin marka dad kasha ka yimaayaan sia wayaa du shaydaan soo fuulay isaga waa u sahlantay isaga zinadii marka wuxuu nabigu yihi isaguaba geeriba marka xataa guriga walaalkaa leeyahay gabadhiisa ha u gelin iyadoon ciyo la joogin yacnaa oo hala khalwoonin oo hala gaar noqonin in nin iyo gabadhi meel gaara ku khalwoodaan ama dukaan ha noqoto ama waxa weeye ha noqoto guri ama meel kale ama mar wax lagu dhiganayo ha noqotay nin iyo gabadh inay meel gaara ku gaar noqdaan nebigu waa diiday sal allahu alayh wasalam rasuulku khalwada waa diiday wuxuu nebigu yihi nin iyo gabadhi meel kuma gaar noqdaan ilaa shaydaanba saddexiya baa nebigu yihi sal allahu alayh wasalam waxyaalaha bulshadeenu aanay dhaadayn bay ka mid tahay qiyamka iyo akhlaaqda iyo sulukiyaadka iyo dhaqanka ay naga maqan bay ka mid tahay inu iska sahashanno maxaa ka macnaa waa ilmaadeer maxbuu ka goosanaya yacni waxay waa nin caadiya
وإسك عادي وين أدرتي وأهل كيس وأقرابيس كل هذا وباطل ولا ليال إلهي سبحانه وتعالى دي وحسن أنت يدينه مديدين نبي يقول نمد يدين صلى الله عليه وسلم ما إلهي رسول كيسا مصلحة دين يدنتي أنا قرن عيا بس إنك أدنتي أنا قرن إلهي أبو ري خالق أبا دنتي أنا قرن عيا وحين ندب يسايا قرن عيا وحين ندفن يسايا قرن عيا وحين ندفن وين أمر وحين ندب ينا وين قرن عيا إلهي سبحانه وتعالى سيدا درادت ما أرسى أنا ولا ليال أردت أنه عصي وحكم إذا يعني وحيالها صواب الزنا ده سهل كريه وضعه نقوم كره شريعة الإسلام كره أي نقر يبتي إن الدمر كبحان يقو قاون أما أن حجابنين أو وليبا مركا عدرسن إن السوقق يقو بها عام كا يبشد يسوقي مرسو إن يقبل اتماد يضع عدرسو مرستي وأن أسطرنين ومتبرجاء إلهي وينودي دي وقرنا في بيوت كنا ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى تمرو قريهنا كسقنا هذا بو إلهي هاو صوبن بحين سيدي وصوبن بحشرين دمركي جاهليات كهاي قال لها وحلقيا بقى برضا مسلمات دي مركبين إلى سوبوتو أما نينك بليس نين مركب إلى سوبوتو باهي دي هذي هدي دي بدو صارت كور يعني وحوى يحضان دنتيد بقوري قد يجين كور هدي دنتيد صارتي دنتا هي ضروريات كينا وبحدا هو لو أقولي لكن بأسلوب الشرعي بكو بحيسا إلهي با أمر يا أو هاجية يدو اسمها هاجيس مركا الطريق إلهي يقولي مرنا وإنا مرتكو كبر يلوني كبره صدو أبح إلهي وإنا أبح هذا صدو يقولي كبر كهو بحنا وإنا وبحن يا معنا وحوي تاسي وحيلا حجي إنه نغنى يما هو إن الحمان كنا عنه كينيا وحلا وحيلا ما تلقى قيلنا يو يا مركا كف شجع حير لود تشين يو وح شريعة ما بخلاف صنو مركي صار بس يقولي سو قش 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 لود تشين ليش ليه هو حكمينا يا وحكمه يمسن إن مركا هردو مركي وقايل الله سمي أو إلهي أنت حارن نمد الزينة ده إلهي وحكو حين ضابي وقاية عربت لو حيت هذا الوقاية خير من العلاج من العلاج كورتك قد وذا كوان كورتك بأمر كور الإسلام قسمي شريعة أن قمن أي توصن أي قيم كهذا الرانو تري قاسينو كعدانينا كفسنا أركمينو حمانا أركمينو قبل الله مركا وحي مركا سلا تشوفينا أركمينو يعني واي وقاية خير من العلاج إسلامك وقاية أي أسمي زينة ولا ليا مركا وقاية دي حدينو كتغنو دي لا شك عدي عيل قضو أو لغو حرو أوت أما دي أما لغو حرو الدير أوت الباب كيس كفرتو أما أوت إس كفرتو ودي عيل كدوني تكتير تكون هذا حما مركا دي وقاية دي صوار دافتو إن حمان تكون على مركا وسهل انتهي وقايات كاس أي إلهي نوسمي وإلهي سبحانه وتعالى وحوي إنه قديري وحكم ده وحيالها زينة سهلية إن قفك إن أنك أما إن أنت إن قولك لقراج أو قفك يستغو دي قيان كيسي صدواني لو ديدو ولا مرمريو يعني وحي كلفة سا مركا قفك دمر كامان ننكا إن غريزة دي زايد نقطو هدي إيمان وازع دينية إيمان قوية يضمير نول ناو هلو هايو بل شبر برسان ناو كلاو كل أحنا ولادو سيف فضد بو زينة دي وحويان وقود عيا ولا ليال سيدا درادت وحيالها زينة فافية السنة السهلة إلهي نودي ذو حكم ذا آلات الله وحوي آلات كفساد كميزي كذا يجوبها الرجل يدمر كله كل ميو إلا إذا هو هي سيان يعني تيات رضا يحيى الله متكي اقتد ككدش لا لا وعد الضمير ك ينلاش إيمان كيدن قصد قفك مسلم ك أيوة حسن أو عن ده نقف كي مال ما هو مركو يروح شد سروريو مال ما هضم بوحي وسود وانيا مركز دم وحي مركز قعنتو قبصنايا مركز دم هو السلام يا مركز دم دحل قبصنايا مركز دم انا وحان لف مهدينا با دعي وتعال علم يقول هذان زينه وحي كبلا بنتا وحي مركز ابتسامه يسو دول عدين فسلام سلام باكو حيت اسكا ورما ما في عنتي يا فموعد بلن باكو حيقه هلكن كو كلنا اصبرنا فاللقاء كلنا باكو حيقه دم نفسينا والعياذ بالله كل هذا اسلام كو حرم نن يا جبر كلا اجنبي حين طاب وين بو اسلام كو دغي غوبو بدنو مانت برشدينا دخليدا كو فافسن ومجالدينا كتير لو يقانا قوة حدقان كأيو موزيام كأيو وعيا كده هدي دقة بالقو بري هبلا يري إن ماذا يرك عن كده تبي تجريس دي تبي ده غريزة ده بدن تي أنا سكنترول كريم يعني وازع وين يضمير نول على الحين أما مركز التربية في عنا أن قاعدنا اللي سجوا جينيا وان ونذير الشر وادي الشر برشدني إن يسيس عطوي بابا إصابة علامات أطاي إن نسيه هو بنا إنه أقيم كيني يدني مديني أخلاق دي دقة غير كتير بيدل أطاي bulshada dadka ee ku dhalay Soomaaliyeed iyo gaar ahaan dalkeenan jamhuuriyadda Soomaaliland dadkii ku dhashay yacna waxa weeye hatta aan diin badan garanayn ee miyiga ku noolay magaalooyinka foga inantiyadoo garay saxdan oo laga yaabo inay garab qaawan tahay ba hadda markuu ninku la hadlay geed dabadii kamar ay geel xagga daba kamar jirtay oo iyadoo geed u dhaxay la jirtay weeyla taariif diin inay tuka ba laga yaabo
maanta shariicadi faaftayna waynu arkayna waxa la sameynayo marka goobaha noocaasa hidiyo dhaqanka loo bixiyey waa goobo shar iyo fasaad soo wada waa goobo aan khayr laga kasbanayn waxaad ii sheegtaan hal dhaqan oo wanaagsan oo inaga maqnaa oo meelaha lagu bartay waa bulshada i daawanaysa iyo kuwa i daawan doona iyo kuwa i daawaday kuwa uga sheekayn doonaanba waxaan weydiinayaa goobaha noocaasi ee beledkeenna iyo waddankeenna ka jira hal dhaqan oo hal inan ama hal inan oo hal gabadha ama hal ruuxoo nin ah oo wiil oo ay bareen oo inaga maqnaayo dhaqankeenni hore ee wanaagsanaaya balaalay tuso abadan laa yuujad waxaa lagu baraa muusikada waxaa lagu baraa heesta waxaa lagu baraa jaaska waxaa lahaa qofka codka wanaagsan aduu waa luqad fiican tahay hees baanu kuu dhibin aad qaado aduu waa luqad fiican tahay waad luuqo fiican tahayo yacni waad sawd fiican tahayo aad bay luuqayntaad u wanaagsan tahay qur-aanka baro la odhan maayo oo dhaqankaaga u noqoyo islaamnimaada lama odhanay marka waa goobo shar ah waana goobo dad aan dalkan iyo dadkan iyo diintan midnaba u danaynayn ay ka dambeeyaan ay waxay markaasi dhiirigelinayaan waa dhawaaq dheer baan ugu sheegayaa bulshada dhawaaq dheer ayaan ugu sheegayaa fasaadka faraha badan leh aynu ka cabanayno xeerarka maanta aynu dejisanaynayna kufsiba caynkana kufsiba batay waddankii baa la baa hablahaynin baa la kufsanaya meelo buu ka dhacday boqolaal baa la kufsadaa bishii war wax goobaha noocaasi waa faafinaya waxyaala noocaasa goobaha waa in laga hortagaa iyo kuwa la midka way dhaqankii bulshada dhallinyarada waa in dhaqankii loo soo nooleeya iyo tarbiyadii islaamka waa inaan barbaarinaa ubadkeenna barbaarin saxa taasaa yarayn doonta fasaadkan iyo xumaantan waa jazaakum allahu khayr sheekh su-aal baan ku yeer weydiinaa wax baarlamaanku dhowaan waxay soo saareen xeer sinada oo diinta meel weyn kaga dhacay masaajidadana si weyn baa looga qeybiy sidee u aragtaa diintu wallaahi xeerkaas kolley dee culimmaduna waa ka hadleen waxyaala badan oo sharciga khilaafsanna waa ku jira ilaahay mahaddii waxa ah subxaana wa tacaala marka koowaad ilaahay baa mahaddaa iska leh keligii marka labaad waxaan u mahadnaqnaa madaxweynaha qaranka jamhuuriyadda somalilan oo markii loo sheegay qaladaadka ku jira go-aan markaa karaamo leh oo macna waxay markaa wadaniyadeed oo islaamnimo oo waxa weeye hogaaminimo qaatay xeerkana dib u celiyey wixii khaldan in laga saarana amar ku bixiyey marka labaad labada gole markaa wakiilada iyo guurtidu si wacan bay waxay markaa usoo dhaweeyeen waxaanay ballan qaadeen waxay qalada inay ka saarayaan walilahi alxamd ilaahay baa mahaddaa iska leh waa nicmo weyn anigoo fursada ka faa'iidaysanaya waxaan u diriyaa walaalahayga markaa culimmada iyo kuwa qeyrkoodba yacni waxa weeye nicmada waddanka taalla ee aynaan dareensanayn bay ka mid tahay in madaxdeenna mid walba min madaxweyne ilaa ka u hooseeya in si dhib yar loogu sheegi karo wixii markaa wanaagsan si dhib yarna ay u qaadan karaan oo markaa haddii loogu nasteexeeyo nasteexadana wejigeeda saxda ahaa loo maro inay qaadanayaan marka alxamdulilah xeerkaasi de waa qaldanaa wax badanoo qaldan baa ku jiray walilahi alxamd maantana waxaan isla ogolnahay culimo iyo markaa waxa weeye caamo iyo markaa ganacsato dhammaan heerarka bulshada golayaasha qaranka yacna waxa weeye saddexda gole waxay madaxweynaha qaranka dhammaan waxaan isla ogolahay wixii qaldan ee sharcigeenna ka hor imanaya inaynaan qaadan bulshadeennana aynaan ku dhex faafin marka walilahi alxamd waa mahad ilaahay subxana wa tacala barnaamijkeenu toddobaadkan waxa aynu kaga hadlaynay xumaanta ay sinadu leedahay waxaana igu marti ahaa sheekh cabdiraxmaan maxamed cali oo inta badan loo yaqaano sheekh cabdiraxmaan dheere aad baad u mahadsantay sheekh tan iyo kulanti dambe waxaysal waxaan idinka tegayna assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu anigoo cabdullahi yuusuf cabdi